خير مع قياس البيان شركه كونتراكت كومباوند يورو. احنا الكومباوند بتاعنا على مساحه 37 فدان، قطعه اولى على المحور المركزي، المحور المركزي على الشارع 70 متر. انا نتكلم على القطعه بتاعتي، هي قطعه اتش 2. القطعه دي انا ثالث نمره الحيد والماس، ده الحيد والماس بتاعنا تمام، وانا 1 2 3 دي القطعه بتاعتي، ده الشارع 70 اللي بكلمكم عليه اللي انتم شايفينه الازرق ده كله، دي مناطق خدميه عندي. بنتكلم من 10 ل 12 منطقه خدميه، 1 2 3 4 5 6 7 8. انا القطعه بتاعتي رقم 1، وعندي كمان هنا في الار 8 هي على مساحه 2500 فدان. بنتكلم ان هي القطعه بتكون قطعه اتش 2، جنبنا منطقه خدمات على يميني شارع 60 متر، وعلى شمالي شارع 40 متر، وبعد كده كومباوند. خلينا نتكلم ان الار 8 فيها وصله نهر اخضر، ثلاث حدائق مركزيه زي ما انتم شايفين، ادي 1 2 3، وده هيكون نادي الزهور، الاخضر ده هيكون نادي الزهور. عندي طبعا المنطقه دي هتكون الواسطه بتاعت نهر الاخضر، عكس طبعا الار 7. احنا بنتكلم ان احنا هنا منطقه المستثمرين مختلفه تماما عن الار 7 ازاي؟ عن طريق ان احنا بنتكلم ان هنا هتكون منطقه المستثمرين هي عباره عن مولات تجاريه، بنتكلم من ارضي 3 ماكسيمم ارضي و5. فهنا احنا بنتكلم ان الارتفاع بتاع الارض اصلا ربوة مرتفع عن الارض من 5 متر ل 7 متر، فبنتكلم ان الارتفاع بتاعك بيكون دايركت على داون تاون وعلى مسجد مصر، فده طبعا ميزه مش عيب. كمان انا نفس الفكره، انا على الطريق المركزي، فاحنا بنتكلم ان احنا هنا هيكون في فرق كبير عن منطقه الار 7. انا ما دخلتش زحمه الار 8 اصلا، فاحنا بنتكلم لما بنيجي نشرح بنقول ان احنا على المحور المركزي او على الشارع ال 70. دي حاجه. ده بالنسبه لقطعه الارض وايه المميزات اللي موجوده. طبعا هنا في مدارس انترناشونال، في مناطق خدميه كتيره، بس انا قلت بس اديكم بريف سريع عن المنطقه، عن الارض عامه، عشان نقدر نشتغل على نقدر اللوكيشن. الاول بنتكلم على اللوكيشن، بعد كده بنخش على قطعه الارض اللي هي قطعه اتش 2. الكومباوند بتاعنا اسمه كومباوند يارو في نهر 8، قطعه اتش 2. الارض ملك وزاره الداخليه. احنا بنتكلم ان احنا كمان داخلين بالشراكه، ذاكر عبد الله داخل بالشراكه مع وزاره الداخليه اللي هي جزء متجزئ من شرطه الكهرباء. فاحنا هنا بنتكلم ان احنا داخلين مع الدوله. خلينا نتكلم بس على حاجه، ان احنا شركه اسمها كونتراك بتاعت مستر ذاكر عبد الله. كونتراك دي تحتيها بارتنرز، بنتكلم في اكتر من 12 شركه مقاولات. احنا بنعمل ايه كشركات مقاولات؟ اول حاجه الشركات دي بقى لها 50 سنه، عمرها 50 سنه في السوق، بتعمل تشييد طرق زي تطوير طريق السويس، طريق تطوير العاشر من رمضان، بنتكلم ان هو في فيلات ستاند الون، شوارع الهايد بارك احنا اللي عاملينها. نص حاجه ذاكر عبد الله هو عضو مجلس شعب عن دايره نزله السمان 2017 2018. ده بالنسبه للبارتنرز بتوعنا. وسابق ذاكر عبد الله هبعتها لكم طبعا، انا هبعتها لكم لو حد عايز يعرف السي في بتاع ذاكر عبد الله هبعته. ده ذاكر عبد الله يعني بقى لهم كتير في السوق. سي ام دي بقى هي داخله بالشراكه مع ذاكر عبد الله. احنا هنا بنتكلم ان سي ام دي عمرها بقى لها 20 سنه في السوق العقاري، عامله دور اللي قدام الرحاب، ليها اكتر من بارتنرز، هم 6 بارتنرز. فاحنا هنا بنتكلم طبعا هي شركه سي ام دي شركه قويه جدا في الريل استيت، فهو ذاكر عبد الله وظف شركه سي ام دي للاداره ودخل معاهم بالشراكه. بالنسبه للكومباوند بتاعي، فانا لما جيت اخترت حاجه مع الدوله عشان دي يبقى حجر اساس ليا كبدايه. انا القطعه بتاعتي اهي على الشارع ال 70، قطعه اتش 2، ودي قطعه جنبي على شمالي، ده بينهم 40 متر، هنا الشارع هيكون 60 متر، وهنا طبعا الفيو بتاعنا كل ده هيكون طريق السويس، فانت البحر بتاعي هيكون بحري شرقي من هنا، فده البحر بتاعنا، وهوصفه لكم برضه لما نخش على شرح كومباوند. الماستر بلان بتاعتنا طبعا، خلينا نتكلم الاول بس على اهم حاجه، وده البي دي اف طبعا بتاعنا، يعني ممكن تفتحوه هتلاقوا كل الكلام ده كله. الموقع بتاعنا بالمره العاصمه هيكون ايه اللي مميزنا عن غيرنا؟ اللي مميزنا عن غيرنا ان انا بتكلم 10 دقايق من مدينه المستقبل، 10 دقايق من طريق السويس، 10 دقايق من مدينتي، 45 دقيقه من العين السخنه، و25 دقيقه من التجمع الخامس. فاحنا بنتكلم ان انا الجامعه الامريكيه كمان جنبي، وكاري فيستيفال جنبي، يعتبر 35 دقيقه. ده بالنسبه للموقع من الخارج. الموقع من الداخل بقى ايه اللي بيميزني كار 8 واللوكيشن بتاعك القطعه اولى؟ بنتكلم على الموقع ذات نفسه، احنا بنتكلم ان انا 500 متر بالظبط من الحيد الرماسي اللي بيضم 82 سفاره، عند بالظبط 2 كيلو من الكاتدرائيه، كيلو ونص من فندق الماسا، 250 متر من النهر الاخضر، غير وصله النهر الاخضر اللي هي التفريعه بمعنى اصح اللي داخل النهر، دي مش موجوده في اي حي سكني تاني، فده مميزني عن غيري. عندي كمان ارض المعارض 2 كيلو، حي مال الاعمال اللي هي بتضم منطقه البنوك 104 بنك، احنا بنتكلم ان انت بعدك عنها 5 كيلو، فاحنا بنتكلم في اقل من ربع ساعه. خلينا نتكلم برضو عن فكره يعني الفاسيلتيز اللي انا مقدمها جوه الكومباوند. هي اول حاجه ثلاث حمامات سباحه طبعا هيكونوا موجودين، واحد قدام المول، واحد في نص الفيلات،
والتالت جنب المول، يعني الثلاثه يعتبروا جنب بعض. طبعا غير الخاص بالفيلات، بلس حاجه انا عندي سكيورو سيستم، عندي تو جيت، عندي على الشارع ال70 بوابه تمام، وعندي على الشارع ال40 بوابه. خلينا نرجع تاني كده على قطعه الارض واوريها لكم. انا هنا عندي جيت، عندي واحده هنا، وعندي هنا على الشارع ال40 واحده. ده بالنسبه للتو جيت. عندي تراك جري ده حوالين الكومباوند كله، وعندي تراك عجل، وعندي كوميرشال اريا، وعندي كلاب هاوس، عندي كمان كيدز اريا. ده شكل حمام السباحه بتاعنا تمام. ده شكل تراك الجري، ده شكل كيدز اريا، ده شكل الباركينج. طبعا انا باني على 20% 80% لاند سكيب، بحيرات صناعيه، ووتر فيتشر. ده شكل الووتر فيتشر بتاعنا. ماستر بلان بتاعي طبعا اهم حاجه فيه ميزته ازاي، عملت 30 عماره تمام، ارضي وسبعه طبعا كلها، العماير كلها عندي اتتش لبعض، يعني تقريبا 80% اتتش لبعض. عندي كمان دي الجيت الاولاني، ده الشارع 70 بتاعي، دي الجيت هنا، ده كل ده فيلات، ده في النص ده فيلات، انا عامل النص ده كله فيلات، نص الكومباوند بتاعي كله فيلات. ليه؟ عشان بنتكلم ان احنا هنلاقي الكباستي بتاعي مش عالي، عامل 60% يعتبر فيلات و40% شور، فانا الكباستي بتاعي من عالي. ده الشارع اللي انا بكلمكم عليه اللي هو بتاع التراك الجري تمام، والعجل بعد الجراج على طول، وهيكون هيكون هنا كمان بنتكلم لاندسكيب